لأنني بصراحة سأقول وأنا أطالب من هذا المنبر وفي وجود أحباء للإنسانية والتراث أن ليبيا في خطر وأن التراث الإنساني في خطر، وأتمنى على اليونسكو أن تتجاوز النداءات والبيانات إلى العمل، ولأن هذا البلد وتحديدا بلدي يمثل مخزن كبير ومتحف لكل الإنسانية من الفينيقيين إلى الرومان إلى الإغريق إلى كل الحضارات ما قبل التاريخ إلى امتداد مع حضارة مصر وقرطاج في تونس. نحن نناشدكم أن تتدخلوا لأن تساعدوا هذه الدولة ومؤسساتها وأن تضغطوا حتى على جامعاتكم ومراكزكم البحثية ودولكم للانتباه إلى هذا. يبدو أن المسألة لا تترتب جيدا عندما يقول البعض أن ما يحدث في سوريا والعراق هو مهم للعالم جميعا. سأقول لكم أن الأهمية في ليبيا تبدو أكبر جدا أيضا، لأن لا يمكن أن نرتب على مستوى الكارثة عندما تقع. ينبغي أن نكون ننبه قبل أن تقع. لا، هل تتمنون أن تصدروا بيانا بخصوص دمار متحف السرايا في ليبيا بتفجير إرهابي لتضامنوا معنا؟ نحن الآن نحذر من المتاحف الليبية ستتعرض لتهديدات كبيرة وربما تتفجر قريبا. منذ حوالي أشهر قريبة تم نزع نافورة رائعة وجميلة لفنان ونحات إيطالي منذ العهد الإيطالي، نحتت منذ عشرينات القرن الماضي، تم نزعها من قلب طرابلس وعلى مشهد من العالم ومن الناس ومن السفارات. أننا أمام أناس لا يتورعون عن القيام بأي شيء ونحتاج إلى الدعم. نتمنى أيضا أن يتم التعاون مع مصلحة الآثار الليبية في عمليات الكشف عن هذه العصابات والجماعات التي تتعامل عبر الدول المجاورة لتهريب الآثار الليبية. حالة الانفلات الأمني في ليبيا رتبت وشجعت العصابات المحلية بالتعاون مع عصابات دولية على تهريب الآثار. للعلم وكما تعلمون جميعا المنافذ المحيطة بليبيا كلها أصبحت مفتوحة. نحن لا نصدر النفط فقط، أصبحنا نصدر السلاح وللأسف نصدر الإرهاب، وأعتقد تحت هذه العباءة يصدرون آثارنا الليبية للخارج. إذن على دول الجوار أن تساعدنا في ذلك. شكرا سيد الرئيس، شكرا السادة الحضور.